بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلاب الصف الخامس الابتدائي. اليوم موعدنا مع وحدات الأطفال. وحدات الأطفال بتختلف من وحدة لوحدة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا محتاج أقيس شيء صغير جدا. هل الوحدة اللي هستخدمها نفس الوحدة عندما أقيس شيء طويل أو كبير؟ لا ما يصلح. يعني مثلا أنا محتاج أقيس سن قلم رصاص. أحتاج وحدة اسمها اسمها ايه؟ ملي متر. وحدة صغيرة جدا رمزها ايه؟ ميلان. طب انا محتاج اقيس عرض ورقة. لو انا معايا ورقة من الكتاب عايز اقيس طولها او عرضها هحتاج السنتي. الوحدة دي اسمها ايه؟ اسمها سنتي متر. رمزها سيمي. طب كبرت شوية عايز اقيس عرض السطور او طول السطور. يبقى وحده عندي اسمها متر رمزها ميم. طب محتاج اقيس المسافه بين مدينتين، بين الرياض وجده، بين الرياض ومكه المكرمه، بين الرياض والطائف. محتاج وحده اربعه اسمها كيلو متر رمزها كام. يبقى الملي متر حاجه الوحدات الصغيره صغيرة طول حشرة طول نملة، السنتيمتر عرض كتاب، سمك الكتاب مثلا، المسطرة اللي معاك بالسنتيمتر، المتر مثلا ارتفاع نملة، ارتفاع المدرسة، عرض طول الباب، عرض الباب، عرض السبورة بالمتر، الكيلو متر طبعا مسافة كبيرة اللي بالمتر. طيب كيف أحول من وحدة لوحدة؟ عندي قاعدة مهمة جدا جدا لازم تخلي بالك منها. القاعدة بتقول إيه؟ أما أحول الكبير من وحدة كبيرة إلى الصغيرة نقوم بعملية الضرب. طيب لو أنا حولت من الوحدة الصغيرة للوحدة الكبيرة أقسم. يبقى الحين لازم أعرف إيه هي الوحدة الكبيرة وإيه هي الوحدة الصغيرة. بالترتيب الملي متر ايه رايكم؟ كبير ولا صغير؟ لا صغير ده اصغر شيء ممتاز. طب بعدين سنتيمتر متر الكيلو متر يبقى اكبر شيء عندي كيلو متر واصغر شيء عندي ايه؟ المتر. هرسم الرسمه مع بعض كده. ادي الكيلو متر اللي هو رمز مين؟ رمز ايه؟ كف مين؟ وبعدها مين اللي هو رمز المتر؟ بعدها سنتيمتر وبعدها ملي متر. وبعدين ركز معايا كده. الكيلو متر يساوي 1000 متر. طب والمتر هيساوي 100 سنتيمتر. طب والسنتيمتر هيساوي 10 مليمتر. مع بعض مهم جدا الكلام ده يا شباب. الكيلو متر بيساوي 1000 متر. يعني 2 كيلو بيساوي كام متر؟ بيساوي 2000. طيب والمتر الواحد 100 سم. طب يعني 5 متر كم سنتي؟ مقبول؟ احسن 500 سم. طب السنتيمتر الواحد يساوي 10 ملي متر. السنتيمتر الواحد بيساوي 10 ملي متر، يعني 3 سم بيساوي هيساوي 3 ملي متر. هيقول لي ايه؟ اكمل 3 متر بيساوي كام سنتي؟ أنا عندي طريقة سهلة جدا جدا جدا. ركز معايا. 3 متر بيساوي كام سنتي؟ كتب لي 3، اكتب 3 بالنسبة هو كتبها خطأ. 3. وبعدين اسأل نفسك هو أنا هحول من المتر للسنتي صحيح؟ متر للسنتي يعني من كبير لصغير ولا من الصغير للكبير؟ فكر ما تستعجل. من المتر للسنتي من الكبير للصغير. ارجع اللوحة من الكبير للصغير بنعمل ايه؟ اقول هضرب ممتاز. طيب اضرب في كام؟ انا ممكن اضرب في 1000 وممكن اضرب في 100 وممكن اضرب في 10. لازم تركيز. متر وسنتي متر وسنتي يبقى اضرب في كام؟ في 100. يبقى ضربنا اللي هو يساوي 300 سم. يبقى 3 متر
يساوي 300 سم. مثال آخر، للمتر، من الكبير للصغير يبقى اضرب. اضرب في كام؟ قول. اضرب في 1000، يبقى 2 ضرب 1000 هيساوي 2000 متر. سؤال اخر، لو قال لي 300 سنتيمتر بيساوي كام متر؟ الاستاذ قال لنا هنزل عدد مثل ما هو بالضبط 300، هحول من ايه؟ من السنتي للمتر، من السنتي للمتر، ده عكس، من السنتيمتر للمتر، يبقى من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ لا، من السنتي للمتر، من شيء صغير لشيء كبير، يبقى اضرب برضه ولا اقسم؟ لا، اقسم، احسن، اقسم على كام؟ على ما؟ هقسم على ما؟ احسب الاصفار، اخذناها في فصل دراسي الاول. احذف صفرين مع صفرين، 3 تقسيم 1 يساوي كام؟ يساوي 3، يبقى اذا 300 سنتي هيساوي 3 متر. سؤال اخر، 170 ملم بيساوي كام سنتيمتر؟ نفس الخطوات، هي هي يا شباب نفس الخطوات. ما دلنا انزل 170 مثل ما هي بالضبط، من ملي متر لسنتي متر، يعني من الصغير الى الكبير، يعني هقسم، اقسم على كام؟ ملي متر وسنتي متر مكتوب فوق كام يا شباب؟ 10، يبقى هقسم على 10، احذف الصفر مع الصفر زي ما اتعلمنا، 17 تقسيم 1 يساوي 17، إذا 270 ملم بتساوي 17 سنتيمتر. يبقى درس اليوم هنركز مع بعض، درس اليوم كنا بنتكلم عن وحدات الأطوار، قلنا عندي أربع وحدات علينا. في وحدات تانية لكن ده عليه، الكيلومتر، المتر، السنتيمتر، المليمتر، الكيلومتر بيساوي 1000 متر، المتر نفس الكلام ده، المتر بيساوي 100 سنتيمتر. السنتيمتر يساوي 10 ملم، وعندي قاعده نذكر بعض بيها، الكبير للصغير بنضرب، طب من الصغير للكبير بنقسم، يبقى هنا هضرب، وانا هنا احول من كيلومتر لمتر اضرب في 1000، من المتر للسنتي اضرب في 100، من السنتي لمتر لملم اضرب في 10، طب لو همشي هنا شمال العكس يبقى هقسم. خدنا مثال 3 متر بيساوي كام سنتي؟ قلنا بكتب 3 وارجع للوحدة عندي، من المتر للسنتي يبقى هضرب، هضرب في كام؟ في 100، يعني هيساوي 300. مثال اخر حق التقسيم، 300 سنتي بتساوي كام متر؟ 300 تقسيم 100 هيساوي 3 سنتي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.